مرحبا بكم في قناة Simple and Delicious by هانيا. غادي نكملوا سلسلة الوصفات الرمضانية وغنقدم لكم في هذا الفيديو طريقة تحضير ديال لي فويتي معمرين بالفروماج والزعتر. غادي نشوفوا كيفاش يمكن لكم تصاوبوا لاباط فويتي بطريقة سريعة وسهلة في الثيرموميكس وتكون مورقة وتعطيكم نتيجة مضمونة واخا عمركم ما صاوبتوا لاباط فويتي. خليكم معايا بداو المقادير. بالنسبه لاباط فويتي غادي نحتاجو 200 غرام ديال الزبده اللي ضروري خصها تكون جامده من الكونجيلاتور. يمكن لكم تخليو ديما واحد لابار ديال 200 غرام ديال الزبده مقطعه في الكونجيلاتور، كوم سا غير تحتاجو تصاوبو لاباط فويتي ما تضروش تسناوها تجمد. يمكن لكم تجبدو هذاك الساعه وتصاوبو بها لاباط فويتي ديريكتومون. كنحتاجو نفس الوزن ديال الفرينه دونك 200 غرام كذلك، نص معلقه ديال الملحه و 90 غرام ديال المبعد. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو 250 غرام ديال فروماج دهن بالقشده، 100 غرام ديال فروماج محكوك، ومعلقه كبيره ديال الزعتر. ندوزو لطريقه التحضير. بالنسبه لاباط فويتي غناخذ لا روسيت ديال لاباط فويتي اكسبريس اللي كاينه في كوكيدو. غادي نبداو بالزبده، دونك ديما ملي تكونوا غتخدموها تكونوا عجبتوها من الكونجيلاتور. دونك غنديروا 200 غرام ديال الزبده، 200 غرام ديال الطحين، 90 غرام ديال الماء، نص معلقه ديال الملح. غادي نديرو الكوفرت لو بول، هما كيعطيو اون دوري ديال 20 سكوند، انا غادي ندير غير 15 ثانيه و فيتاس 6. ها انتما ها هي النتيجه. دونك شفتوها كيفاش كتجي، دونك ما خصهاش تجي عجينه، خصها تجي مفرته بحال هكا. دونك غادي ناخذو شويه ديال الطحين نديرو في لو بلان دو طراي وغادي نجمعوها. ما كنعجنوش لاباط فويتي، غير كنجمعوها هكا بيدينا. وبالنسبه للطليق غادي نطلقوها على طريقه الحلزون، لا ميثود اسكارغو. دونك ما غاديش نخدمها بلا ميثود تراديسيونيل ديال الفويتاج اللي كيتجمع على جوج جهاز. دونك غنوريكم بواحد الطريقه سهله كيفاش تخدموها واو ميم طون كتخرج لكم الفويتاج هو هذاك. وبالنسبه للخدمه غادي نحاولوا نخدموها دغيا دغيا باش ما تذوبلناش الزبده وتبقى لاباط هي هذيك. غادي نطلقوها كومبليتمون. بالنسبه للفويتاج كنبداو نطويوها هكا، كنجمعو هاد الجنيبات وكنبقاو ندوروهم. ملي كندوروها هكا كنخليو الجهه اللي غادي تحل الفوق وكنعاودو نطويوها بهاد الطريقه باش كنصاوبو حلزون. كنديرو لو فيلم اليمونتير ونحطو في التلاجة يبرد 20 دقيقة وعاد نكملو الخدمة ديالو. ملي كدوز 20 دقيقة كنجبدو لاباط ديالنا، دونك ها هو ليسكاركو ديالنا، كنحطوه هكا اون فاس لينا بهاد الطريقة، كنتكيو عليه شوية باش تستابيليزا وكنطلقوه بالدلاك. لاباط ديالنا حنا طلقناها. بالنسبه للطريقه كيفاش غادي نصاوب لي ولي، دونك غادي نخدم واحد الطريقه سهله يمكن لكم طولها رابيدمون. دونك كنطلقوا لاباط على شكل ديال مستطيل وكنديروا الحشوه ديالنا وكنجمعوها من جوج جهات. كنبداو بالفرماج اطارتيني، كناخذوا الزعتر وكنحكوه ما بين يدينا وكنزيدو فرماج محكوك. دونك كندوروها هكا بشويه بشويه، كندوروها غير بشويه ما نحتاجوش نزيروها حيت راه مازال غادي تنفخ الطياب. وكنجمعو الجهه الاخرى يمكن لكم تخدموهم هكا تبداو تقطعوهم طريفات ونديروهم في لاطه باش يطيبو، اولا الا خفتو يعذبوكم يمكن لكم تفرقوا لاباط في النص وتعاودوا تردوها للثلاجه واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه باش تبرد، باش من بعد الزبده كتكون مجموعه وما تعذبكمش تقطع.
ملي كنساليو التقطاع كندخلو ليغولي ديالنا الفران اللي كنكونو ديجا سخناه على درجة الحرارة 200 درجة وكنخليهم يطيبوا من 20 دقيقة حتى 30 دقيقة على حسب جهد الفران ديالكم. دونك كتردو لهم البال خصهم يتحمروا. ملي تحطوهم في لاطاخ خليهم بيناتهم اتساع حيت مازال غيتنفخوا باش ما يتلاصقو لكمش. فرماج والزعتر ها هما وجدوا بالصحه والراحه. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتخليوا لي لايك ولا عندكم اقتراحات وصفات اخرى بغيتوا تشوفوها عندي في القناه خليوها لي اون كومونتير نوجدها لكم افيك بليزير. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش ديما يوصلكم الجديد ديال الوصفات السهله والبنينه. كنشكركم على المتابعه والى اللقاء.